السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، أهلا بكم في الجزء الثاني من قصيدة إني أحبك يا قطر. هيا بنا نكمل رحلتنا في هذا الدرس. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية صحيحة معبرة، يشتق كلمات جديدة من جذر الكلمة، يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل للأبيات المحددة استنتاجاً مناسباً. درسنا في الحصة السابقة قصيدة إني أحبك يا قطر للشاعرة شيخة المحمود، وتحدثنا عن حب الوطن والعمل على رفعته، كما ناقشنا الفكرة الرئيسة للبيتين الأول والثاني، وهي شدة حب قطر في قلب الشاعرة. ثم ناقشنا الفكرة الرئيسة للبيتين الثالث والرابع، وهي فخر الشاعرة بوطنها قطر. وكذلك ناقشنا الفكرة الرئيسة للبيتين الخامس والسادس، وهي امتنان الشاعرة لوطنها الذي علمها الكثير. واليوم سنكمل بإذن الله مناقشة أبيات هذه القصيدة. وقبل أن نبدأ، تذكر عزيزي الطالب أننا سنتناول في هذا الدرس شرح أبيات القصيدة من البيت السابع إلى البيت الثاني عشر، فهيا بنا لنقرأ هذه الأبيات. إني أحبك يا قطر حبا يعم بني البشر، إني زرعتك في دمي غرسا يعيش مدى العمر. أهواك قلبا نابضا، أهواك غيثا ينهمر، فيك الحياة كريمة، فيك الأمان المزدهر. والعلم يعلو راية، عرف المعالي في قطر، والعلم أفضل منهل، من فاته فهو الخسر. إني أحبك يا قطر، إني أحبك يا قطر. والآن عزيز الطالب، هل تتذكر الفكرة الرئيسة لهذين البيتين؟ نعم، أحسنت. شدة حب قطر في قلب الشاعرة، حيث ذكرنا أن حب الشاعرة لوطنه الحبيب قطر كبير جدا، وكأنه يشمل الناس جميعا، وأن هذا الحب سيظل في قلبها ووجدانها ويسري في عروقها ما دامت حية. ولكن لماذا كررت الشاعرة هذين البيتين مرة أخرى في القصيدة؟ أحسنتم، للتأكيد على حبها لوطنها واعتزازها به. سنكمل الآن يا أحبائي شرح البيتين التاسع والعاشر. هيا بنا نقرأ البيتين ونناقشهما لنتوصل للفكرة الرئيسة لهما. أهواك قلبا نابضا، أهواك غيثا ينهمر. إذن الوطن مكانه القلب، وسيبقى قلب الشاعرة ينبض بحب قطر ما دامت السماء تجود بخيراتها على هذه الدنيا. إذن ما المقصود بقول الشاعرة غيثاً؟ رائع، مطراً. حسناً، وما معنى كلمة ينهمر؟ أحسنتم، يسيل بقوة. وهذا الحب الكبير يا أعزائي هو الدافع للشاعرة ولأبناء قطر للتضحية من أجل هذا الوطن وخدمته ليكون في مقدمة الدول. فيك الحياة كريمة، فيك الأمان المزدهر. هنا تخبرنا الشاعرة مجددا عن سر حبها لقطر، فهي التي تمنح أبنائها والمقيمين على أرضها حياة كريمة مستقرة يسودها الأمن والطمأنينة. وهذا واضح من خلال احتلال قطر المرتبة الأولى عالميا وعربيا في مؤشر نامبيو للأمن والأمان، ولله الحمد. حسنا، بما وصفت الشاعرة الأمانة في دولة قطر؟ صحيح، أنه مزدهر. وما معنى كلمة مزدهر؟ أحسنتم، واضح ومشرق. إذن ما الصفتين التي امتازت بهما قطر كما فهمتم من هذا البيت؟ رائع، الحياة الكريمة والأمن المزدهر.
والآن لنستنتج معا الفكرة الرئيسة لهذين البيتين. أحسنتم، توفير الأمن والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض قطر. هيا لنكمل الشرح. والعلم يعلو راية عرف المعالي في قطر. تبين الشاعرة في هذا البيت اهتمام دولة قطر بالعلم والتعليم، فهي تعمل بشكل مستمر على ضمان جودة وتطوير العملية التعليمية، فلا راية تعلو فوق العلم على أرض قطر. حسناً، ما معنى كلمة راية؟ أحسنتم، علماً. وكأن الشاعرة هنا تشبه العلم بالراية المرفوعة، وهذا يدل على المكانة العالية للعلم في دولة قطر. إذن ما المقصود بكلمة عرف؟ أحسنتم، المكان المرتفع. ولكن لماذا كل هذا الاهتمام بالتعليم في دولة قطر؟ أحسنتم، لأنه بالعلم فقط نستطيع الوصول إلى أهدافنا وتحقيق رؤيتنا. والعلم أفضل منهل، من فاته فهو الخسر. هنا دعوة لأبناء قطر للسعي لطلب العلم، فهو مصدر الفوز والسعادة. إذن ما المقصود بكلمة منهل؟ أحسنتم، مصدر. إذن لنجتهد يا أبنائي في طلب العلم لنبني وطننا الحبيب قطر. والآن ما الفكرة الرئيسة لهذين البيتين؟ أحسنتم، اهتمام دولة قطر بالتعليم وتطويره. والآن عزيزي الطالب، بالاعتماد على ما تم شرحه قم بإيقاف المقطع ثم أجب عن السؤال الأول فقرة ها بمفردك. والآن سنقوم معا بحل هذا التدريب، هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. هات جذر كلمة كريمة واشتق منه أربع كلمات أخرى. ما المطلوب من السؤال يا أعزائي؟ أحسنتم، هنالك مطلبان. المطلب الأول هو تحديد جذر كلمة كريمة، أما المطلب الثاني هو اشتقاق أربع كلمات من الجذر. حسناً، لنبدأ بتحديد جذر كلمة كريمة، ولكن قبل ذلك ما المقصود بالجذر يا ترى؟ أحسنتم، الجذر هو الحروف الأصلية للكلمة دون زيادة. ولكن كيف نعرف الحروف الأصلية للكلمة؟ نعم، أحسنتم، من خلال رد الكلمة إلى الفعل الماضي. حسناً، وما الفعل الماضي من كلمة كريمة؟ رائع، كارما. إذن جذر كلمة كريمة هو كارما، وحروف هذه الكلمة هي كاف راء ميم، أي أنها كلها حروف أصلية، ومن هذه الحروف تخرج كلمات عديدة مثل أكرم كريم تكريم مكارم. لاحظ عزيزي الطالب، كل هذه الكلمات اشتركت في الحروف الملونة وهي كاف راء ميم، أي أن جذر هذه الكلمات بالفعل هو كاروما. بارك الله فيكم. والآن عزيزي الطالب، من خلال فهمك لأبيات القصيدة حاول الإجابة عن السؤال الثالث بمفردك. السؤال الرابع، سل كل معنى في المجموعة ألف بالبيت الذي يعبر عنه في المجموعة باء. حسناً، ما المطلوب من السؤال يا أعزائي؟ أحسنتم، أن نقرأ المعنى في العمود الأول ثم نبحث عن البيت الذي يعبر عنه في العمود الثاني. ولكن قبل ذلك يمكنك إيقاف المقطع وحل التدريب بمفردك. هل انتهيتم؟ هيا لنبدأ بالحل معا. المعنى الأول، تعلمت من قطر القوة والتحمل والاستعداد لمواجهة الصعاب في سبيل تحقيق الطموحات. هل تذكرون في أي بيت تعلمت الشاعرة من قطر الصبر والتحمل؟ أحسنتم،
في البيت السادس من القصيدة: منها التجلد شيمة ما نال إلا من صبر. المعنى الثاني: سيظل وطني في قلبي ووجداني، يسري في عروقي ما دمت حيا. حسناً، ما البيت الذي يعبر عن هذا المعنى؟ أحسنتم، البيت الثاني: إني زرعتك في دمي غرساً يعيش مدى العمر. المعنى الثالث: حبي لبلادي كبير جداً، فكأنه يشمل الناس جميعهم. ما البيت الذي يعبر عن ذلك؟ أحسنتم، البيت الأول: إني أحبك يا قطر حباً يعم بني البشر. المعنى الرابع: يا أبناء قطر، عليكم بطلب العلم فهو طريق الفوز والسعادة. هل تذكرتم معي في نهاية القصيدة الدعوة للسعي لطلب العلم؟ أحسنتم، كان ذلك في البيت الثاني عشر والأخير: والعلم أفضل منهل، من فاته فهو الخسر. أحسنتم، بارك الله فيكم. طالب العزيز، بعد أن انتهينا من شرح أبيات القصيدة وتوصلنا للأفكار الرئيسة بها، تستطيع الآن حل السؤال الخامس: ما الشعور المسيطر على الشاعرة في هذه القصيدة؟ ما المقصود بذلك؟ أي ما العاطفة التي سيطرت على الشاعرة أثناء كتابتها لهذه القصيدة؟ أحسنتم، الحب والفخر والاعتزاز بوطنها قطر. بارك الله فيكم. وأنتم يا أحبائي، كيف ستعبرون عن حبكم لوطنكم وانتمائكم له؟ سنرى ذلك من خلال إجابتكم عن السؤال السادس بمفردكم. وأخيراً، ها قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم، حيث شرحنا الأبيات من التاسع إلى الثاني عشر، وعرفنا أن قطر توفر الأمن والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، وعرفنا أيضاً اهتمام دولة قطر بالتعليم وتطويره. آمل أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وإلى اللقاء في الجزء الثالث والأخير من قصيدتي إني أحبك يا قطر.